اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيفنا وضيفكم الاستاذ سامح سعد، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه الصوت والضوء والمستشار السابق لوزير السياحه. سامح بيه، اهلا وسهلا بحضرتك معانا مره تانية. طيب فكر مختلف، محتاجين النهارده شركه زي دي تدي صوره، يعني لما يجي سائح اجنبي او حتى السائح المصري لما يجي يروح يحس يبهر، ها يبقى في انبهار كده بالاثار المصريه، ما يطلع ليش واحد زي اللي انا لقيته اللي بيشتغل عندكم من الغفره دول اللي يطلع وهو بيتكلم على ايزيس واوزيريس والالهه ومش عارف ايه ويقوم طالع شاتم فيهم على انه اعوذ بالله واستغفر الله والشغل. لا هو كل ده بيتغير حقيقي، بيتغير. خليني يعني حرك اخد من النقطه دي بعد اذنك. منطقه الهرم، طبعا الهرم ده اعظم اثر واعظم مكان في العالم على مستوى العالم. الحقيقة اللي حصل من سنتين تقريبا، تقدمت شركة فرنسية ان هو يخش ويطور المنطقة. احنا هنا بنتكلم على الشو، بنتكلم على العرض اللي بيتم، طريقة العرض الجديدة بقى ديجيتال، طريقة خلاص العرض والإضاءة والإبهار وقصة جديدة وكلام كله. وفي نفس الوقت طالما هنعمل أبجريد للمكان فبيتغير مدرج المشاهدة، كراسي، لان الكراسي ما تنفعش على مستوى الهرم، المطاعم، كافيتريات، تواليتات، خدمات، كل الكلام ده بيتغير في منطقة عرض الصوت والضوء. هو في حاجتين عشان ما يحصلش كونفيوجن، في تطوير كامل لمنطقة الأهرامات، ده اللي بيقوم بيه وزارة الآثار، والمفروض التطوير الكامل ده هينقل منطقة الأهرامات نقلة نوعية، وكل السلبيات اللي بنسمع عنها هتختفي. مدخل هيكون من طريق الفيوم، مركز زوار على أعلى مستوى، مكيف بتشرح القصة كلها. هو تقريبا خلص، انا كنت قريب هناك، فاحنا المفروض يفتح على شهر 5 أو 6 يعني خلاص. بس المشكله مش في التطوير، المشكله في العقول اللي بتطور. يعني ما خلينا نتكلم على المركز. ماشي. ده الاثار ومنطقه الهرم. منطقه الصوت والضوء اللي في ابو الهول ده اللي هو انا كشركه طبعا شركه قطاع اعمال اخيرا، انا حكومه برضو. ده الشركة بتطور المداخل، المخارج، بتعمل أسواق اللي هي الأسر المنتجة، كل الكلام ده. المفروض العقد ابتدى في 2015، النهاردة في مستثمر مصري كبير قوي داخل ب75%، وهو المستثمر ده حقيقة عامل مشاريع كتيرة جدا في مصر، يعني قومية والحاجات ديت. واحنا عارفين ان شاء الله اول ما نخلص كل الموافقات هيحصل تطوير شامل تماما لمنطقة الهرم. انا داخل كصوت وضوء شريك معاه، انا بخش في الارباح، انا طبعا يعني استشاري ان ازاي نحرك القصة دي بما اننا عندنا خبرة، لكن احنا داخلين معاه الشركاء في الارباح. التطوير ده هيكون جذب، يعني الناس هتيجي تتفرج على الشو دوت ومصر والهرم، يعني هو هيبقى البوينت نمبر 1. والقيادة السياسية على مستوى مهتمية جدا بالمشروع ده. حقيقة أنا شفت أفلام وحاجات، هيبقى حاجة مبهرة.